أنا عز الدين بن مبارك الحزق مناضل في مواطنون ضد الكلاب ومناضل في جبهة السلاح ومناضل ضد القمع ضد كل مستبد وكل واحد يحب يفزل البلاد أنا ضده عندي 55 عام هذيك خدمتي مازلت ضد النهضة أنا مانيش ضد النهضة أنا ضد السياسات الخايبة أنا لقيت برشا مئات باش ما نقولش ألف مئات نهضويين ديمقراطيين واللي كنت سخالهم ديمقراطيين معايا طلعوا كذاب واللي كانوا كنت سخالهم يدافعوا على حقوق الإنسان طلعوا كذاب ما يحبوش الإنسان يحبوا كان الإنسان نتاع عمومة مش نتاع القبيلة لا نتاع العشيرة راشد الغنوشي رغم أنفي وأنفك وأنف البهلة والتعساء والمتخلفين هو رئيس البرلمان لأنه مازال متمسك بالدستور في قرطاج ماهوش متمسك بالدستور دونك خرج على الدستور دونك هو منقلب دونك هو مغتصبني أنا توا ولد اللحظة أنا اليوم نحب تونس ما فيهاش هالفساد هذا متاع السيد هذا مش عنده هو لو المرة عنده تم عنده 600 ألف صوت زملين و700 من جابه بدار بيو زملين و100 جبناها معنا هو مريض ضده توا شكون توما الناس اللي ضده توا زوج ملايين و100 اللي تزادوا على 600 نتاعو هما اليوم ضده والدليل كونه عمل الدوله كلها تخدم على الاستشاره جابت 500 اقل من اللي سندوه هو المره والله انا متاكد وكان يجيب 20,000 بالمجدد بالرسمي اذا يجيب 20,000 التفاهه والسخافه اللي يتحدث عليها ويسميها استفتاء نقرا له نعتبره نجاح اذا كان يجيب 20,000 صوت إذا وعد من منبرنا إحنا إذا كان الرئيس يجي أكثر من 20,000 صوت في الاستفتاء لا تنسون بالمجد 7,000 فيديو يتعداو طيلة الاقتراع إذا تم هذه وجيب 20,000 أن نمشي نطلب منه السماح أنا أولا سعيد لأني جيت نساند في أولادي القضاة الشرفاء اللي حكمه أصدر الحكم ضد المنقلب هذا اللي هو أهبط المستوى الحضيض احنا وقفنا سياسيا طيحناه من نهار 26 عرفناه كلب ميت سياسيا ما عادش عنده واحد شيء اجتماعيا ظهرنا اللي هو فارغ لكن أخلاقيا يوصل واحد في خسر قرطاج مغتصبنا بالسيف علينا رغم أنفنا ما عادش رئيس هو من عارف يتخلى على الدستور ما عادش رئيس بطبيعته لكن يوصل مواطن تونسي يشتم قاضيات شريفات على المباشر معناها في نفس اللحظه يتهم ويحكم وينفذ معناها قاضي البصره ما عملهاش هذه مستبد فانا جيت نساند في القضاة الشرفاء اللي خلاوني سعيد في نفس الوقت علاش؟ لاني تذكرت عام 73 في ديسمبر 73 جابوني هنا محكمه امن الدوله متهم فصل 72 للاعدام معناها وقتها متهم في قضيه سياسيه اليوم جيت نساند في القضاة بعد 49 عام نلقاهم يرفعوا في الشعارات نفس الشعارات اللي انا تحكمت عليها عام 74 هذا شرف كبير وهذا فخر لتونس ما تلقاش في ستوكهولم ما تلقاش في الدنمارك اني قضاة يرفعوا في الشعارات رفعتها هي 49 سي اكستراوردينير هذا فخر ما عندهاش ما عندهاش مستوى معناها نتاع المنقلب اللي يجي يتهم شرفاء قضاة كما هذوما لأنه هو عاجز لأنه ما يعرف شيء لا يعرف قانون لا يعرف سياسة لا يعرف اقتصاد لا يعرف أخلاق لا يعرف إنسان لا يعرف رجال ما يعرف شيء هكا علاش يلغي في كل شيء رد تونس السوق بلاش ميزان تعرف القضاء هو ميزان ولا جاء السوق نحلوا الميزان معناش ذراعك يا علاف ضد القانون ضد الدستور هو عفس على الدستور وعفس على القانون فكيفاش أنا بعد ما شفته من ظلم الاستبداد السابق ما نجيش نساند الناس هذم اللي يرفعوا في نفس الشعارات نتاعي شيء عظيم وهكا علاش الانقلاب مش يسقط هو سقط بطبعه من اليوم الاول لانه يعني هذايا ما عندوش قوه تنفيذ سياسته هو سياسته استبداديه لكن هو لانه ما عندوش وسائل استبداده لكن شعب فضل بعض البوليسية وبعض القوى الصلبة اللي أنا ندعوها باش تاخذ موقف مش أول مرة بعد الثورة نعيشوا على واقع عزل قضاة التوانسة أي بالتفقين أنا ضد العزل أما هذا قلت لك شو عمل هذا تم وحكم ونف في نفس الوقت
ما عندك حتى باش تشوف القاضي وتسأل ما ها. مش معناها اللي وقع قبل باهي، مش معناها خاطر وقع قبل لازم يقع توا. هالمقارنات ما نحبهاش انا. انا توا ولد اللحظه. انا اليوم نحب تونس ما فيهاش هالفساد هذا متاع السيد هذا اللي قاعد مبتز بلاد كامله، قاعد مغتصب بلاد كامله. مش معناها خاطر عام 12 ولا عام 11 ما نعرفش على غريبتهم 2012 في بالي دونك، مش معناها انه باهي. موقفنا ضد وقت. انا من الناس اللي وقفنا عملنا زوز اعتصامات في برضه واحد في 30 نوفمبر 2011 وبرضه اثنين في 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 نهار 25 جويليه، نهار 27 جويليه، نهار تدفنا البراهم ورجعنا براهمي رجعنا عملنا اعتصام الثاني 3 شهور. ولكن وقتها النهضه خضعت للموازين القوى. هذا ماهوش معترف حتى بشيء. واضح؟ دونك انا ما سكتنا حتى الواحد، لا سكتنا البورقيبه، لا سكتنا البن علي، بن علي انا شخصيا ترشحت ضده اول مره وقت الناس الكل قالت بن علي هو الكل، عام 89 ترشحت ضده وشكيت به. يعني انا ترشحت في الاجيال هو لا، وجينا ضد النهضه وجماعتها، وجينا ضد السمسي، وجينا ضد توا هذايا. رغم اللي احنا سندناه، احنا ايش عنده هو؟ لاول مره ايش عنده؟ تم عنده 600,000 صوت. الزملاين و700 منين جابوا؟ من دار بيو زوج ملايين و100 جبناها معنا. هما اللي ضده توا. شكون انتوما؟ الناس اللي ضده توا. زوج ملايين و100 اللي تزادوا على 600 نتاعو. هما اليوم ضده، والدليل كونه عمل الدولة الكل تخدم على الاستشارة لمت 500 أقل من اللي سندوه أول مرة. هذيك حجمه بالقوادة، حجمه بالفلوس نتاع الدولة، حجمه بالحقد نتاع البعض، حجمه بالجهل نتاع البعض الآخر، جاب 500. والله أنا متأكد وكان يجيب 20,000 بالمجدة بالرسمي، إذا يجيب 20,000 التفاهة والسخافة اللي يتحدث عليها ويسميها استفتاء نقرا له. نعتبره نجاح، إذا كان يجيب 20,000 صوت. اي 20,000 صوت عندي انا بالمجد. هذا وعد من منبرنا احنا، اذا كان الرئيس يجيه اكثر من 20,000 صوت في الاستفتاء. لا اتنسيون بالمجد، معناه لازم يكون ثم 7,000 فيديو مباشر قدام كل مركز اختراع، فيديو مباشر باش نشوف عدد الناس الداخله والخارجه، تتسجل مباشره 7,000 فيديو يتعداوا طيله الاختراع. اذا ثم هذه وجيب 20,000 انا نمشي نطلب منه السماح. الديمقراطية بنتي وانك تقبل الصندوق. لذا راشد الغنوشي رغم انفي وانفك وانف الحاقدين الكل والسفهاء هو رئيس البرلمان. والمنقلب هذا هو ما عادش رئيس لانه داس الدستور اللي طلع به رئيس. انا ديمقراطي، نقبل رغم انفي نتائج ما ثم كان الصندوق يتكلم. لا التزمير ولا عزاء امي. بن علي زمرولو اللي نهار 13 جانفي خرجت الكراهه في الليل زمر بن علي مغوض وتنحى بن علي ماهوش بالتزمير ان نساندوا واحد. ليت نهار الخميس 13 جانفي 2011 شفت مئات الكراهه بتزمر يحيى بن علي غد وهرب بن علي. الشعوب تفض مشاكلها بالصندوق، واللي يجيبوا صندوق لازمك ترضخ بيه وتعترف بيه. راشد الغنوشي رغم انفي وانفك وانف البهال والتعساء والمتخلفين هو رئيس البرلمان لانه مازال متمسك بالدستور. في قرطاج ماهوش متمسك بالدستور، دونك خرج على الدستور، دونك هو منقلب، دونك هو مغتصبني. الدستور هذاك عملت شاركت فيه راهو الليالي ثلاثة شهور في اعتصام برضو اثنين باش سخناه بالفصل. ماشي يجي هو وقتها نتاع بن علي يجي اليوم ويعفس لي على الدستور نتاعي انا. لا ما نخليهولوش.